خير يا حلوين، ان شاء الله تقبل يومكم بكل نشاط وحيويه وحب وسلام وامان لقلوبكم الحلوه. ان شاء الله الله يحميكم من كل شر ويرجعكم لاهاليكم سالمين. وطبعا شو تعيد على كل شخص اليوم صادف عيد ميلاد ودقلكم هابي بيرثدي تو يو، وان شاء الله يا رب كل احلامكم الحلوه بتتحقق. اليوم عملتلنا هيك رز، هي بتعمله مع زبيب وجزر ومنفوف وصينية دجاج مع خضار. يا سلام.